نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التعوذ بغير الله كالتعوذ بآياته؟ كمثال ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله صفة من صفاته، يجوز الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، كلمات الله صفة من صفاته لأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.